بالعكس الحومه ديالنا هادئه ما كاين لا صداع لا والو. بالعكس هذوك الدراري عمرنا شفنا عليهم العيد، جاو سكنوا جدادين هنايا، يا هذيك جاو من الخدمه ما عرفناش حتى لا ما كيغوتوش. بالعكس الله يعمرها السلعه، يعني الدراري الله يعمرها السلعه، جاو سكنوا هنايا جدادين ما عرفناش حتى ماتوا بوحديتهم، حتى شمينا الريحه خايبه، ما سابقينا كنعيطوا من الدار صافي، يا هذيك عيطنا من الدار، عيطوا من لابيلونس، يا هذيك دابا باقي ما عرفناش شنو هو المشكل، ما عارفينش شي حاجه، لا ما عارفينش، يعني عمرنا سمعنا عليهم شي حاجه وما متفاهمين بين عليهم. انا الجار ديالهم هنايا بالحومه، انا تفستت الصباح نمشي للخدمه، بان لي الضو شاعل تما، نجي رجعت دابا في العشيه من السفره مع الخمسه د العشيه. انت سمعني الصداع بالله، كاين شي دراري ماتوا هنايا في المحل، وانا ديما ساكن هنا في الحومه، ما عمر ما كانش صداع ولا شي حاجه، ولكن هاد الدراري يلاه سكنوا دابا جدادين شي شهرين دابا تكون ولا شحال، واش غنقول لك اخويا، يعني الدراري ما كانش يدخل معاهم شي واحد. لا اخويا ديما الحومه مكالميه، انا شي خمس سنين ولا انا شحال انا ساكن هنايا، راه الحومه مكالميه بزاف والله، وديما المحل ديما تيكريو الناس وخا داخلين خارجين، يعني حومه نقيه غزاله الحومه، الله يعمرها سلعه سموالي نضل، الله يعمرها سلعه، عمرنا زعما سمعنا شي حاجه، هادشي اللي سمعنا تسخلعنا الصراحه والله، جات على غفله فهمت، الناس الله يعمرها سلعه كنعرفوا عليهم الخير والاحسن، يعني عمرها زعما تشكى منهم شي واحد ولا فهمت، لا عمره وقعت شي حاجه عمرها كذا، حتى دابا حتى الان اول مره يوقع شي حاجه، حنا بيدنا تفاجئنا فهمت كيف، بالنسبة لشي واحد جا كيغوت في الحومة كيتعاونو كون كامل ميبقاش هنايا كنجريو عليه فهمت، يعني الحومة كاملة كتنوض صدار تغوت فهمت، إيه وما كيبقاش يدور مرة في الحومة نهائيا فهمت كيف، صافي كيمشي في حاله ما كيبقاش هنايا مرة فهمت. كاريانا نرحم والديك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.